يعني ما هو ده الكلام ده، يعني ما فيش مشكلة او ما فيش اصلا مجال ان انا اطلع دلوقتي اقعد اقول ايه اللعب اللي حصل ده، ايه اللي احنا فيه ده، احنا يا جماعة نزعل. وده فعلا على فكرة مردود جماهير الاهلي في الشارع، ما فيش حد يعني شفت تعليق منه ولا احنا زعلانين بس احنا حققنا كتير قوي واللعيبة ما قصرتش، لعيبتنا بجد ما قصرتش، فما فيش مشاكل. وفي نفس الوقت خلي بالك، ودي بقى مش موجودة غير عند النادي الاهلي، يعني بنسبة اكبر ان صح التعبير، هو بيبارك ألف مبروك على فكرة، مبروك مفيش مشكلة، هارد لك وألف مبروك، عادي يا جماعة إحنا ياما فوزنا وياما هنفوز، فما يعني هي مش حياة أو موت، يعني قصة إحنا بنلعب كورة عشان دي رياضة وليها أخلاق وليها يعني أكيد، وهو ده الأهلي. بس جمهور الأهلي ما بيشبعش بطولات وحقه، ولا هيشبع، لأن النادي الأهلي عودهم على كده، والنادي الأهلي كلعيبة وكمجلس وكان كل المنظومة تعودوا إن هم يبقوا الأول ولازم يحصد كل البطولات، ودي حاجة إيجابية ما تلاقيش في أي مكان تاني. اللي بيخش النادي الأهلي اللي بيعدي من جنب النادي الأهلي تلاقيه واخد له بطولة، وبعدين بقى كابتن بطولتين صديق واخد له ثلاثة، احنا عايزين منافس يا كابتن صديق برضه، ما هو لا. أنا لو أقعد أفوز 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 وبعدين مش الموضوع ليها طعم، اللي هتفضل قاعد لا معلش يعني مش هيبقى ليها طعم. أول حاجة أنا طبعا بروح رياضية، احنا النادي الأهلي كجماهير والمنظومة كلها عندنا ثقافة عالية جدا جدا طبعا، بنبارك للي خد البطولة، هو ده اللي حصل، وهارد لك للناس اللي نزلت لعبت بشرف لغاية آخر مباراة. صحيح. ودي كرة القدم، ما انت الناس كلها بقى لها 42 بطولة الناس بتتفرج عليك كلها في مصر وانت بتتوج وكل الدول العربية والشرق الأوسط وأفريقيا والدنيا كلها، فهي يعني انت لما يسقط منك حاجة زي كده أنا شايف إن جماهير الأهلي واعية وعندها ثقافة، وإن شاء الله اللي جاي هيكون القادم يكون افضل لعيبه النادي الاهلي باذن الله. عايزين نعرف من حضرتك بقى رؤيتك وتقييمك لاداء، طالما يعني فتحنا باب الكلام على الجهاز الفني، يعني رايك وتقييمك لاداء موسيماني تحديدا مع الفريق طوال هذا الموسم، وايه التحديات اللي هو نجح في انه يعني ايه يعني يذللها، يعني اي عقبات قدر يذللها، ايه الحاجات اللي لفتت نظرك في مسيره موسيماني في الموسم ده تحديدا؟ هو موسيماني من اول ما استلم اول حاجه كان فيه شويه نقد بسيط من بعض الاعلام عليه ان هو ده من اول الاختيار من اول الاختيار بس في قناعه، لان عندنا في النادي الاهلي الحمد لله المنظومه عاليه جدا جدا في اداره الكوره وفي التفكير وفي الرؤيه الفنيه لمستقبل النادي الاهلي. لما بيجيبوا حد لازم يبقى يكون فيه متابعه جيده جدا جدا، الراجل معاه سي في كويس، عنده نجاحات كبيره جدا مع الفرق اللي دربها، حصل بطولات كتير. لما جه استلم القناعه دي والفكر اللي عند مجلس الاداره اكيد عند مستر موسيماني اللي هو جه عارف حجم النادي الاهلي، كان سعيد جدا جدا ان هو يكون متواجد جوه القلعه الحمراء، فلما جه اثبت وجوده بكل المقاييس والمعايير والارقام نجح وخد العلامه الكامله، كل البطولات اللي شارك فيها خدها. كان في تشكيك في الاول ان هو جه استلم بعد فايلر، ممكن حضرتك تكون انت ماسك فرقه وفاضل فيها الدور الثاني او ثلاث ارباع او ربع البطوله، والربع ده صعب جدا جدا، انا لو مش عندي قياده فنيه ورؤيه عاليه مش هقدر احقق النجاح للنادي الاهلي، ما ممكن انت تسيبني النادي الاهلي هو الاول، لو انا ما عنديش الكفاءه مش هقدر احافظ على المكانه دي واحصد البطوله. فالحمد لله لما استلم برده من الاول بعد البطوله دي اللي هو خدها من بابها زي ما بيقولوا، يعني دوري الابطال خده عن جداره واستحقاق وعمل مباراه كويسه جدا جدا، الدوري الكاس السوبر، فهو مميز في ادارته للمباريات، كل ما قعد فتره كل ما عنده ارتياحيه للتعامل مع لعيبه النادي الاهلي، وبقى يعرف امكانياتهم كويس جدا جدا جدا، لان انت لما تكون قاعد فتره كبيره معايشه وفي استمراريه مع الفريق غير اما انت تكون فتره قليله وماشي، ممكن الرؤيه ما تبقاش واضحه ليك، فكل اللعيبه كلها بقت واضحه قدامه، تغييراته في ثلاث ارباع المباريات بل بنسبه 90% بدل انه حقق بطولات، تغييراته موفقه جدا، كان بيقلب مباريات بتغييرات تكتيكيه في الملعب، بيعمل عمليه الروتيشن في حدود الامكانيات المتاحه ليه.